إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا وأخطأت خطأ أو وهذا السفر يعني أنت ترى على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ يعني يذهب مع وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى يحفظ. أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول كم يوم 3 أيام في الأسبوع 3 أيام فقط كنت أتحايل عليه كان أول يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه 3 أيام وكان يوقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان يفعلها الله أكبر في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا ولكني سمعت أنك عفريت شوي الحمد لله ربنا ألعم علي نعم هو شال مني البصر سبحان الله والحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر لا تريد أن يرجع الله لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعض من العذاب وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن فعسى أن يخفف عنه فالله يدخل من يشاء في رحمته ولكنه ألعم علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط وليس معي أحد ولكن أبي يخاف علي تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله الحمد لله على كل حال ما شاء الله يا شيخ معاذ أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم نعم ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله ما أغلق الله بابا لعبده بحكمة إلا فتح له بابا يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت فقدت البصر لا 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 في كنت هنا في يعني البعض يشعر بنقص في الصغر كنت أغضب لن أكذب عليك نعم كنت أغضب أحيانا لكن الآن الحمد لله لا أغضب فهذا قضاء الله وقدري نعم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس اللهم آمين فرت همومي وانشرح قلب مهموم لما تليتك كل الأحزان فرت يا محكم القرآن يا مسك ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرت